مرحبا. الفيديو راح تشوفوه هلا جوا الدار راح يكون بسبب الوضع اللي احنا بنمر فيه حاليا مر الكورونا ولا اخره. فانا ظبطت الغرفه زي ما انتم شايفين، والرقم هذا اللي فوق حطيت صور اصحابي عشان يكون هدف من الاهداف اللي انا بدي اعملها لهي السنه، مش قصه. احضروا الفيديو وبتمنى يعجبكم. اوكي يا جماعه احنا نشوف بس هسه 6 عشان احنا نصور جوا الغرفه عشان برا صوت ضجه. 6 شو رايك نصور بالغرفه؟ مليت طلعونا يا حبيب ساكنين عاد. قالوا يلا قوموا اطلعوا، الناس صارت تغرب تحمل هالبؤس وتطلع. رحنا على البيت قالوا لنا اسبوع زمان، اسبوع زمان قعدنا شهرين، قعدنا شهرين عملنا خيم. مزبوط حكي؟ مزبوط. عملنا خيم باللد بالسهل شوي، عدنا شهرين قالوا اليهود. صاروا يقولوا اجت النجدة اجت النجدة اجت النجدة اجت النجدة، ما فاتوا ولا طلعوا يهود. كان قعدنا بخان، سامع؟ سامع. كم بزت؟ قعدنا بخان، اليهود طلعونا قال يلا الكل يطلع يرفع ايديه. وين؟ عجامع. قعدنا بالجامع شوية، قعدنا بيجي يعني 4 ساعات. قال يلا كله يرجع مطرح، يكفيك شر هديك الطلعة، ما نطلع إلا ندعس عدم. الدكاكين هيك ودكاكين هيك، ماخذين نقيين الشباب. طلعنا طلعونا من الجامع وقالوا لنا يرجع مطرح ما بهيته، احنا قاعدين بخان دواب. قعدونا اللي بقول يلا اطلعوا اطلع، واحنا طالعين عاد يا سيدنا العزيز، ما نداعس الا ايش على الدنيا. الشباب المنقيينهم ماخذينهم اللي ذابحينهم، ندعس على دم الشباب. لما يسمعونا بنحكي الشباب اللي فروا يصير ينينوا، لما يعرفوا ما في شيء يسكتوا شويه. ولهم بقولوا يلا اطلعوا على الزخمه هاي نعلين نلد يفهويه من جميع البلد. قعدنا بالجامع، قعدونا بخان دواب. انا اول عملنا عروش، بعدين وين؟ لما اجوا اخذونا يلا كله بروح على الخان. قعدنا بالخان، بعد ما طلعونا قعدنا بالخان وطلعنا على الجامع، كله يطلع يرفع ايديه. كنا فرحين هيك. قعدنا بيطلع 4 ساعات، قعدونا بالجامع، قال يلا مطرح ما بقيتوا ارجعوا، ولا يكفيك شر هذيك الطلعه. منقيين الشباب، الشباب اللي عليهم العين ومعجبين عليه، اللي دبحينه هيك وعاملين له هيك مصارينه طالعه، يعني هذا صحيح مش كذب، اللي مصارينه طالعه من بطنه، اللي ما في شيء بخوف. قعدنا شوي بقول يلا كله بيطلع برا، وين؟ يلا يطلع على الاردن، على الاردن، على الاردن. لما وصلنا وين؟ نعلين. ويكفي شرنا الحافي حافي، اللي حامل بوجه، اللي حامل اواعي، اللي كل واحد قد ما يحمل. طريق مره وانا من طريق بقولها جمزه بطخ فوق راسنا، يكفيك شر هذيك الطلعه. الطريق اللي بقوا يمشوها ساعه مشونا اياها طول النهار لا الليل. واللي بيقدر اللي معاه بوجه يرميها، واللي ماسك ابنه يدشره بس بده يمشي. وصلنا هون رام الله، توصلنا رام الله. صاروا فرتلت انسان بدني. الجيش تعال عبد الله، بيقولوا الامير عبد الله لسه سيدهم. قال يلا كله بتطلعونا بهالشحونه، جابونا على رام الله. في برام الله يمكن اليوم غيروه شجر كله، يعني تحت الشجر قعدونا قعدونا خلص دشرونا. مين دشرنا؟ الأردنية اللي جابونا بالشحونة. جينا على نابلس، جينا على نابلس وصلنا قعدنا بمدارس، مدرسة الهاشمية بالخان. قعدنا سنة هنا، طلعونا من قال يلا دبروا حالكم لنفتح المدارس، وطلعونا من المدارس. عملنا خيام وين؟ محطة، لا في سيارات ولا طيارات، خطوط سكة. قعدنا يا سيدنا العزيز فيها، طب الشتا يجي عندنا الخيام. أول خيمة ما قعدنا فيها إلا إحنا. صاروا الناس
اكل ريش. قعدنا بخيمة، بعد ما قعدنا بخيمة قعدنا 4 سنين بالخيام. والله 4 سنين. جبت نهاد وجبت سميرة واحنا بالخيام. وبعدين قال يلا جينا على الخيام هون بنونا هدول الدور رفع البكالة. ابو النفر يعطوا اوضة صغيرة، ابو النفرين النفر ملوش يعطوهوش، جابوا الخيام كبار قسموهم كل عيلتين تقعد بشقة، حط بطانيات بين بعض بين بعض. بعدين بنقلنا الدور جينا عنده حابة طبعا حابة كراه يرجعوني عيافة. يرجعوني عيافة علينا بين قاعدين مدرسة جنبنا أيوبية بيقولونها للظلام. شوان جن جابوا جنود وين؟ واحنا بيافا عندنا حيط دار عبد الرحيم. ما هي موجودة اليوم فيها القنصل ساكن فيها. مين؟ القنصل الفرنسي. قولوا عنا قرص. يلا يلا أمي ست. يلا خلاص. اسلم ايديكي. ريتني قبل ما أموت أشوف يافا. إن شاء الله ستي كلنا قبل ما نموت بنشوف يافا. ريتني قبل ما أموت أشوف يافا. شكرا لكم حضرتوا الفيديو للآخر، وعن جد ما حبيتش يكون أطول من هيك، وآسف كتير إذا في حدا مشاعره غريبة تجاه هذا الفيديو، بس زي ما أنتم عارفين هاي يعني اللي شفتوه هو الحقيقة. أسئلة يمكن بتدور في راسكم كتير وأنا راح أجاوب عليها. ستي بهذاك الوقت كانت من 11 ل 12 سنة عمرها، وحاليا عمرها بالـ90، وهي الأصل سكان يافا العجمي، وهلا سكان مخيم بلاطة. إذا عجبكم الفيديو تنسوش تشتركوا بكل مكان وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات للفيديو اللي راح ينزل كمان أسبوع. أعطيكم العافية وبنشوفكم على الفيديو جديد. سلام.